ناس كتير بتروح لدكتور تجميل الاسنان عايزه تعمل تبييض وعندها طموح ان بالتبييض ده هتوصل لشكل الاسنان او لون الاسنان اللي شافته على الممثله الفلانيه. طبعا دي معلومه غلط خالص. تبييض الاسنان عشان نبقى عارفين بيفتح لون السنان لاعلى درجات الالوان الطبيعيه، لكن زي ما احنا بنشوف على بعض الفنانين احنا عندنا الوان افتح من الالوان دي. دي بتتنفس بايه؟ دي بتتنفس بحاجه اسمها القشره التجميليه او الفينير. القشره التجميليه او الفينير يفرق عن التبييض في النقطتين اللي انا هقولهم لكم دلوقتي. القشره التجميليه انا اقدر احدد اللون اللي انا او اختار اللون اللي انا هحطه من الاول، لكن التبييض ما اقدرش احدده. تاني حاجه القشره التجميليه لونها ثابت ما بيتغيرش، حاجه بتشرب قهوه نسكافيه شاي سجاير كل ده ما بيأثرش على لون القشره التجميليه خالص.